مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي محمود محمد المغاوري إبراهيم محبوب، وزني 140 كيلو، عمري 49 سنة، بعاني من الضغط والسكر متلازمين، ما فيش انتظام، في هبوط وفي ارتفاع. تابعت الدكتور كريم صبري فقررت إن أنا أروح له في العيادة، وما رحت العيادة تأكدت من الكلام ده أكتر وقابلته شخصيا، قرر لي عملية تكميم معه، وإن شاء الله استنوني بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هقول لكم الدور المهم لعملية تكميم المعدة كعلاج لمرضى السكر اللي هو السكر الخفيف، يعني السكر اللي هو بقاله فترة قريبة، السكر اللي هو ماشي على أفراس، السكر اللي هو من النوع الثاني. الحقيقة طبعا تكميم المعدة بتبقى شفاء تام، مش لازم نعمل تحويل مسار في الحالة دي، لكن احنا بنلجأ لتحويل المسار في بعض الحالات. يعني الحالة دي ينفع تتعمل برضو تحويل مسار، لكن تحويل المسار احنا مخليها للسكر الغير منتظم تماما، يعني جرعات عالية من الانسولين، ابتدينا ندخل في مضاعفات سكر بقاله فترة كبيرة. لا طبعا هو بيبقى فعال زي التكميم، لكن احيانا برضو بنعمل تكميم المعدة كعلاج فعال لمرضى السمنة ومرضى السكر، السكر اللي هو يعني في بداياته، او السكر اللي هو يعني ماشي على جرعات يعني صغيره من الاقراص. الحقيقه طبعا ان معظم الناس اللي هم مصابين بالسكر بيكون سكرهم من النوع الثاني، 80% تقريبا من الناس مرضى السكر بيبقى سكرهم من النوع الثاني، جزء كبير جدا منه بيكون بسبب الدهون المتراكمه او السمنه المفرطه. لما بننزل الوزن والوزن يرجع لوضعه الطبيعي، الدهون بتقل، مناعه الانسولين بتقل، وبالتالي البنكرياس يرجع ينشط تاني، ونوقف العلاجات بتاعه السكر. وبالتالي تكميم المعده بتبقى مفيده جدا في حاجتين، بتنزل وزننا مظبوط، وبتعالج السكر المصاحب للسمنه المفرطه. هي فكرتها بنصغر حجم المعده الى جزء صغير، الجزء الصغير ده بناكل فيه، بنشبع منه بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره، هرمون الجوع الوضع بتاعته قلت جدا، لان احنا شلنا الجزء المسؤول عن افراز جزء كبير جدا من هرمون الجريلين. وبالتالي العمليه فعاله في انقاص الوزن، فعاله في علاج مرض السكر، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره في البطن. يعني بنقعد 12 ساعه في المستشفى من بعد العمليه، بنخرج بنقعد يوم في البيت، ننزل شغلنا بعد فتره قصيره جدا، ممكن نمارس رياضه بسيطه كده في اول شهر، اللي هي يعني حاجه بسيطه زي المشي او الجري البسيط، وبعد شهر ممكن نرجع لحياتنا الطبيعيه التامه في الرياضه العاديه خالص وشغلنا الطبيعي، زي ما قلنا بنرجع بعد يوم من اجراء العمليه. ان شاء الله نطمنكم على استاذ محمود ما بعد اجراء العمليه، ويقوم بالسلامه ان شاء الله. بالتوفيق، ربنا يوفقك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، انا يعني النهارده هوريكم ان شورت عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي اول خطوه فيها ان احنا بنعزل المعده عن مجموعه الدهون اللي حواليها، اللي هي دي، ده باستخدام جهاز الجشور او الهارمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الاحيان.
هي طبعا احنا المعده دي هيتم تصغيرها الى 80% من حجمها. دي قبه المعده زي ما احنا شايفينها، دي قبه المعده الحجم الكبير ده، دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العمليه. طبعا دي الدباسه اللي احنا بنستخدمها. الدباسه دي عباره عن يعني آله بتدخل خلال قطر يعني 2 سم او اقل. الحقيقه طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعده الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقه اللي بتدبس بيها الدباسه. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عباره عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينه بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعده الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصوره اللي احنا شايفينها دي هيتم عزل المعده الى جزئين. الدبوس طوله 6 سم، بعد انتهاء ال 6 سم دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعده الى نهايتها، تبقى عباره عن جزئين. ما بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعده، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برده يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. تاني ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهايه المعده، يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعده المتبقيه. ده شكل المعده بعد التدبيس، خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيره. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبه المعده بحيث ان ما يبقاش ده مساحه ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العمليه. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده، بنقفل بوابه المعده الخارجيه وبنحقن ماده زرقاء بقوه عاليه، بنخلي المعده عباره عن زي البالونه. اتفضل بالمنظر ده، احنا عاملينها زي البالونه دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعده تبان بعد كده. هي دي ببساطه تكميم المعده، وده شكل المعده ما بعد تكميم المعده اهو، عامل زي المزايا صغيره بالشكل ده بحيث ما يكونش في اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامه. شكل المعده صغير زي ما احنا شايفين، قبه المعده احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصه ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العمليه. اسمي محمود محمد المغاوري، الحمد لله لسه عامل عمليه تكميم مع الدكتور كريم صبري. طلع من العمليات بقالي ساعه ونص والحمد لله حاسس بتحسن جدا، و انصح اي حد يعاني من مرض السمنه او اي مشاكل في الضغط والسكر. التخدير كان فوق الرائع، ما حسيتش باي حاجه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمود الحقيقه احنا مطمنكم عليه بعد العمليه بعد تكميم المعده، احنا لسه الحقيقه ما عدناش ساعة ونص ما بعد العملية. طبعا احنا اعادة الريهابيليتيشن او الاعادة للنشاط الطبيعي المفروض ان هو يعني سريع ما بعد عملية تكميم المعدة. زي ما قلنا تكميم المعدة هي عملية فعالة في انقاص الوزن، فعالة في علاج مرضى السكر اللي هم يعني ماشيين على علاجات اورال يعني عن طريق الفم، لسه ما بياخدوش انسولين بجرعات كبيرة. طبعا التكميم عملية فعالة في انقاص الوزن لان هي بتخلص من جزء كبير من المعدة اللي هي طبعا بتخلينا بنجوع بسرعه بسبب افراز الغدد اللي هي بتبقى في قبه المعده لهرمون الجريلين. ما تبقى من المعده بيبقى كافي يعني لاكل كميه صغيره، بنشبع بسرعه ما بنجوعش على الفضلات كبيره. الحقيقه طبعا المتابعه ما بعد العمليه، احنا يمكن بيقعد 12 ساعه ما بعد العمليه بيخرج بالسلامه وبيقعد يوم في البيت وينزل نشاطه الطبيعي بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقة الرسالة اللي عايز أقولها إن العمليات بسيطة جدا، تحضيرها يعني سهل، العملية نفسها سهلة، يمكن إحنا في خلال ساعة ونص ما بعد العملية الأمور الحمد لله كويسة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث
احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. شعر ومشاكل الشعر المختلفة، سواء بقى تساقط، هيشان، ما بيطولش، مقصف، عندي صلع، عندي حتة نحلة في يعني بدأت تنحل في شعري، مشاكل كتير جدا. والحقيقة انه في عوامل كتير قوي بتأثر بشكل مباشر على الشعر، من ضمنها العوامل النفسية، الدايت، الحمل، الرضاعة، حاجات كتير قوي بتأثر على شعرنا. احنا النهاردة هنتكلم عن منتج يعتبر من اقوى منتجات العلاج فيما يخص الشعر، علاجي وتجميلي في نفس الوقت. الحقيقة هو حقق انتشار سريع في فترة قليلة جدا، ودايما انا بقول انه الانتشار ده دليل النجاح، ولما تلاقي ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده دليل برضو نجاح. النهاردة هنتكلم عن ساينو ماسي هير مع ضيفنا العزيز اللي بسعد بلقائه، دكتور احمد رشاد، المدير الطبي لساينو ماسي هير. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا، ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. يعني مشاكل كتير قوي قوي وما بتخلصش وما بتنتهيش، وكل واحد عنده مشكله، واصلا الشعر من الحاجات اللي لو حصل فيها مشكله الواحد بيتازم وبيتضايق ومبقاش طايق نفسه. اكيد طبعا. ساينو ماسي هير من الحاجات الهايله عن تجربه، وحلو جدا في 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 علاج المشاكل المختلفه، مش مشكله واحده بس. تقولينا بقى ايه اخبار ساينو ماسي هير، وايه اهم المشاكل اللي بيعالجها؟ الحقيقه مشاكل الشعر بقت شائعه جدا دلوقتي في الوقت الحالي، وبصراحه بقت بتصيب مش بس السيدات، السيدات والرجال على حد السواء طبعا. سواء بقى مشاكل تتعلق بسقوط الشعر، وسقوط الشعر برضو من الحاجات اللي ليها عوامل كتير قوي بتؤدي ليها. هنيجي مثلا للتساقط الشعر الوراثي، وده غالبا بيحصل اكتر في الرجال، لان جين التساقط الوراثي ده بيبقى سائد اكتر في الرجال ومتنحي لدى السيدات. بس برضو هنلاقي ان نسبة من السيدات بيحصل لها، بس طبعا بيبقى مع السن الكبير اكتر. بالنسبة طبعا لأسباب التانية للتساقط بقى، بتكمن بقى مثلا في ضعف التغذية، حالات مرضية معينة زي خلل الغدة الدرقية، أنيميا بالظبط كده، بعد يعني فترة الحمل طبعا لا الشعر بيزيد فيها المفروض، بعد الولادة بيبتدي لا الشعر يتساقط على معدل سريع جدا. الناس بقى برضو ضعف التغذية، الناس اللي بتلجأ لاستخدام معالجات كتير قوي للشعر، سواء بقى بمعالجات فيزيائية زي السشوار، مكوة الشعر، أو الحاجات الكيميائية بقى اللي بتستخدم، الصبغات، الحاجات اللي هي الكريمات اللي بتستخدم، المجهولة المصدر أو اللي ملهاش كواليتي عالية. كل دي حاجات برضو بتأدي إن تحصل مشاكل في الشعر. برضو مشاكل برضو يعني نقدر نقول انها واخدة كمان بقى قاعدة اكبر، مشاكل التلف. تلف الشعر. تلف ده اللي هو بقى الايه؟ التقصف؟ تقصف. والهيشان؟ هيشان. ان انا اشوف الشعر مظهره مش صحي. بيبقى باين جدا مظهره مش صحي، الشعر يتقطع بسرعة. ضعف فتلة الشعرية نفسها بتبقى ضعيفة. الواحد يجي يصرح كده مثلا يلاقي الشعر اتقطع، يلاقي الشعر طلع معاه في المشط. كل دي حاجات مشاكل بتقابل ناس كتير جدا، وناس كتير بتضيع وقت ومجهود وفلوس عشان تلاقي حلول ليها. طيب الحل اهو دلوقتي. الحل دلوقتي يعني كويس انه اتعمل منتج بيعالج كل المشاكل دي، سواء ما بيطولش بقى، سواء بيقع، سواء مقصف، سواء هايش، سواء كل الحاجات دي، سواء خفيف بيتقل الشعر. أكيد. تقول لي بقى ازاي بيعمل كده ساينو ماسي هير؟ هنيجي بقى اولا لنقطه التساقط طبعا. بما ان دي النقطة اللي بقت بتهم قطاع كبير قوي من الناس. لان هي بصراحة من الحاجات اللي بتأثر على الحالة النفسية بشكل كبير جدا. الواحد لما مثلا يصحى من النوم يلاقي كمية شعر حصل لها تساقط منه بيصاب بفزع. فطبعا دي بتأثر على حالته النفسية بشكل سيء جدا. اكيد. تساقط الشعر، ساينو ماسي هير ليه اسلوب فريد جدا في ان هو بيوقف لي تساقط الشعر، سواء الوراثي او لاسباب تانية زي هنذكرها دلوقتي. طبعا تساقط الشعر الوراثي ببساطه ساينو ماسي هير
بيحتوي على مادة الساو بالميتو. مادة الساو بالميتو ليها اكشن كويس جدا ان هي بتوقف لي عمل الانزيم المسبب لتساقط الشعر الوراثي. بتوقف الايه؟ الانزيم؟ الانزيم نفسه اللي بيبقى السبب الرئيسي في عملية تساقط الشعر الوراثي. فبالتالي اول ما عمل الانزيم ده يقف بيتوقف تساقط الشعر. بالنسبة بقى للاسباب التانية زي مثلا ضعف التغذية. عندي ساينوماسي هير بيحتوي على عدد كبير جدا من المغذيات اللازمة للشعر عشان ينمو بشكل قوي وبشكل صحي، غير ان هو بيعزز التغذية الذاتية اللي رايحة للشعر من الجسم. طب انا دلوقتي مثلا لو حد من اللي بيشوفني يقولك انا الحمد لله ما عنديش حاجة، بس انا شعري ما بيطولش، بقصه ما بيطولش، شعري خفيف جدا. مشكلة الشعر الخفيف دي يعني طبعا بيعاني منها الرجال كتير والسيدات. هو هل انا في وقت قليل هقدر اشوف نتيجة مع استخدام ساينوماسي هير؟ ساينوماسي هير غير زي ما قلنا انه بيعالج قصة تساقط الشعر، هو بيحفز انبات الشعر وبيحفز النمو كمان. طبعا ده ابتدى لاحظه مع بداية الاستخدام، وعلى فكرة الاكشن هيبقى سريع جدا. الناس اللي بتستنى بتقول مثلا الاكشن هيبتدي يبان بعد دي، لا، الاكشن بيبقى سريع جدا. ده نتيجة برضو التكنولوجي نفسها اللي متصنع بيها. ان امتصاصه بيبقى سريع جدا نتيجة استخدام تقنية النانو تكنولوجي دي، خليت لي جزيئاته صغيرة جدا، فبالتالي امتصاصها بيبقى سهل جدا لفروس. ما بقاش عبء على فروة الراس، لا، بيبقى امتصاصها سريع وبالتالي الاكشن بيبقى سريع. فابتدي الاقي الناس اللي بتشتكي من الشعر الخفيف، الفراغات اللي بتبقى موجودة، الأماكن اللي هي بيبقى الشعر خفيف فيها، أبتدي مع بداية الاستخدام فعلا ببتدي ألاحظ الشعر بيتقل، الشعر اللي في المناطق الخفيفة دي بيبتدي بيبقى كثيف أكتر. ده طبعا نتيجة عندنا عنصر مهم جدا زي الكافيين. الكافيين من الحاجات اللي بتنشط لي فعلا أو بتحفز جذور الشعر على النمو، وبالتالي بتزود لي نمو الشعر في الأماكن الضعيفة دي، وبالتالي بتزود لي برضو الكثافة نفسها. غير برضو عنصر زي البيوتين. البيوتين من الحاجات اللي بتغذي الشعر بشكل كويس جدا، غير انها كمان ليها تأثير على بنية الشعرية نفسها. انها بتحسن لبنية الشعرية نفسها، البروتين نفسه بتاع الشعر بتحسن، يعني هو بيحسن المشاكل اللي بتنتج عن مشاكل في فروة الرأس. وكمان لو انا شعري خشن او مجعد او مقصف أو أو في شقوق أو الكلام ده، الكراك ده هير أو الشعر اللي فيه شقوق ده برضو بيبقى مشكلة وبيبان بشكل بيبقى سيء جدا. فعندي برضو عنصر البانسينول من الحاجات اللي مرتبة جدا بالظبط. بيرطب، بيدي لمعان. غير كده الشعر اللي فيه تشققات ده البانسينول بيبتدي يملال التشققات دي. غير انه كمان بيقدر يغلف لي الشعراية نفسها بكفر أو غلاف. الغلاف ده بيدي سمك للشعراية زيادة بنسبة 10%. فطبعا ده برضه بينعكس على كثافه الشعر نفسه، ببتدي الاقي الشعرايه نفسها تقيله. في ناس تقول لك ده انا بحس ان انا شعري خفيف جدا، فتلته رفيعه. فتلته رفيعه بالظبط. فانا لما بزود سمك الشعرايه فبالتالي الكثافه بتاعتها بتزيد، وبالتالي بقى مع الشعر كله ببتدي، لا فعلا الشعر بيبتدي بيتقل بالظبط، درجه الكثافه بتاعته بتزيد. طب هل في طريقه معينه للاستخدام؟ طبعا. وحاجه كمان، هل هو بيترك اي اثر دهني او زيتي؟ ده بيضايق، انت عارف انه ده بيضايق ناس كتير. الحقيقه طريقه الاستخدام من تعتبر من احد اكبر المميزات في ساينوماسي هير. لان انا مش محتاج استخدمه على مرات كتير خلال اليوم، لا، هو بيستخدم مره واحده مساء. وطبعا مساء عشان الفتره دي بيبقى المسام بتاعه فروه الراس متفتحه، فبالتالي الامتصاص بيبقى احسن وبيبقى اسرع. من 4 لـ 6 نبخات طبعا على فروة الراس جافة تماما، ونأكد على النقطة دي، لا، لازم تكون فروة الراس جافة تماما. ليه؟ طبعا عشان المية نفسها او وجود المية نفسها بتأثر لي على معدل الامتصاص. تمام، يعني الشعر يبقى ناشف، يبقى ناشف عشان يمتص كويس، وثانيا يتساب على الشعر ما يتغسلش او اي حاجة. طيب لازم يتساب. والاثر الدهني بقى انا ما بلاقيش او بشتكي من الموضوع ده خالص مع استخدام ساينوماسي هير. ده لان القاعده نفسها بتاعت ساينوماسي هير قاعده مائيه. يعني اكوا بيز او قاعده مائيه، القاعده المائيه ما تحسيش معاها باي نوع من التزييت او اثر دهني او الكلام ده. فطبعا المشكله دي مش موجوده تماما مع ساينوماسي هير. طيب يعني برضو عاوزه اعرف، هيبداوا يحسوا انه في، انا دايما لما يبدا يظهر شعر صغير ده في الاماكن الفاضيه اقول ده كده كويس جدا. طبعا هم هيبداوا يحسوا بده بعد قد ايه؟ بالنسبه في الاسبوع الاول ببتدي الاحظ توقف تساقط الشعر تماما، ده بدايه من الاسبوع الاول. من بعد كده من الاسبوع الثاني والثالث ببتدي بقى فعلا الاقي الشعر الصغير ابتدى يظهر. فهي دلوقتي بقى اللي انا ببتدي فعلا الاحظ بقى الشعر الصغير البيبي هير ابتدى يظهر في الاماكن اللي هي كان فيها شعر خفيف او الكلام زي كده.
برضو الناس اللي شعرها بيبقى ما بينموش بشكل كويس او بيجي عند مرحلة معينة وبيقف، بالذات سيدات كتير بتشتكي من المشكلة دي وبتبقى عايزة تحلها بأي طريقة وبتحاول كتير جدا وفي الاخر بتفشل ما بتعرفش تحلها. ساينوماسك هير بيحفز لي كمان نمو الشعر، بيخلي الشعر يطول بمعدل احسن واسرع، يعني يسرع من الطول من موضوع الشعر. ساينوماسك هير من ضمن برضو زي ما قلنا الكافيين، الكافيين بيعمل حاجة كويسة جدا انه بيزود لي متوسط نمو بصيلة الشعر بنسبة 46%. فدي حاجة برضو يعني نسبة مش قليلة، 46% نسبة كبيرة طبعا. فبالتالي انا ببتدي الاحظها على نمو الشعر بشكل كويس جدا. طيب وانت كنت قلت لي قبل كده ان هو بيطلع شعرتين في البصيلة الواحدة طبعا، ودي حاجة كويسة جدا طبعًا. يعني اكيد طبعا شعرتين في البصيلة الواحدة يعني ضعف العدد، ضعف العدد الشعر. انا يعني كأني كده عندي عدد البصيلات ده اتضرب في اتنين بتاعت شعر. فبالتالي طبعا الكثافة بتنعكس بقى على الكثافه ومظهر الكثافه، الشعر بيبان فعلا كثيف جدا. عايزين احنا تقل وكثافه وعايزين طول طمعين احنا، بس هو فعلا حلو طبعًا. يعني بشهاده ناس كتير. بصي يا استاذه منى، يعني ماسي هير يعتبر ثوره بجد في مجال مستحضرات العنايه بالشعر ده، لان نظرا للتركيبه الفريده نفسها. التركيبه الفريده ليها شقين، اولا الشق الاول التكنولوجي والكواليتي بتاعه التصنيع، انا عندي كواليتي عاليه جدا في التصنيع. تاني حاجة التوليفة نفسها بتاعت العناصر. احنا في ماسي فارم دايما بنحب نسمع للناس، بنحب نشوف المشكلة فين او الناس كلها اجمعت على مشكلة ايه، وبنحاول نطلع لهم الحل السهل واللي يقدر يكون شامل لكل ابعاد المشكلة. ده انا بشكركم انكم عملتوا حاجة للشعر، ده الناس رقها نشف بقالها كام سنة. احنا دايما عملوا حاجة للشعر، بنحب نسمع للناس، بنشوف شكاوي الناس ايه. الناس فعلا كانت محتاجة حاجة زي كده للشعر فعلا، حاجة تجمل لها كل حل لكل مشاكل الشعر. فبالتالي احنا عملنا التوليفه الفريده دي من العناصر، عناصر يعني بتعمل كل الاكشنز اللي انا محتاجها للشعر، من حمايه ووقايه، علاج لمشاكل الشعر، في نفس الوقت بتعمل تجميل، مظهر جمالي كويس للشعر. انا مع استخدام ساينوماسك هير ببتدي الاحظ فعلا الصحه اللي بتبان على الشعر، مظهره، اللمعان، ترطيب، بحم الشعر بعد كده من اي عوامل ممكن تسبب له الضرر او التلف. فبالتالي انا بعتبره طبعا منتج مثالي لاي مشكله بالظبط. طيب هو ما بيتعرضش بقى مع اي نوع شامبو او اي مثلا كريم انا بستخدمه او سشوار فرد الحاجات تمام دي؟ تمام. ساينوماسك هير برضو من مميزاته ان هو لا يتعرض مع اي منتج يخص العنايه بالشعر بالظبط، سواء صبغات، سواء كريمات، سواء شامبو او كده، لا مفيش اي تعارض ما بينه وما بين المنتجات دي، بل بالعكس بقى يعني هو مع استخدامه بيبتدي يظهر لي المفعول الافضل للمنتجات دي، غير ان هو بيحميني بقى من الاثار الضاره اللي ممكن تسببها لي للشعر. ده لازم ده يعني مفيش سيده ما عملتش في وقت من الاوقات صبغه ولا عملت سشوار ولا عملت الحاجات دي، فكل الحاجات دي بتاذي الشعر طبعًا. جدا. وانا احب بس ايه انصح كل السيدات بشكل خاص انهم دايما ينتقوا الحاجات اللي ليها كواليتي عاليه. طبعا يعني حتى لو اغلى شويه بس لا الكواليتي فعلا بتفرق كتير جدا طبعًا. تفرق كتير جدا. الحاجات اللي الكواليتي بتاعتها قليله او مجهوله المصدر او مش معروف هي جايه منين فعلا بتاذي الشعر بطريقه سيئه جدا. وبعدين هو انا بفتكر دايما كلامكم، قلت لي في مره ان هو ما فيهوش الماده اللي بعد ما توقفي استخدامه الشعر يرجع يقع فعلا. كل الحاجات يعني مش هقول كلها، معظم الحاجات الموجوده في السوق فيها المادة دي، فيها المادة تطول دي. بتعمل بسرعه مفعول وبعدين تبطلي، لازم تفضل ترجع شعرك يقع تاني، استخدامها طول العمر للاسف عشان اقدر ان انا الغي مشكله التساقط. الحمد لله المشكله دي مش موجوده عندي في ساينوماسك هير. يعني بيطول الشعر بسرعه وبيغذيه بسرعه وتشوف النتيجه بسرعه، وفي نفس الوقت يفضل الشعر خلاص ما يقعش. لا ما بيقعش طبعا، ما يحصلوش انتكاساتين طبعا. ومع الاستخدام اساسا اللي هيستخدم ساينوماسك هير هو مش هيبطله، مش هيبطل استخدامه ابدا. لما هيبتدي يشوف شعره اتغير بشكل سريع جدا وبشكل كبير جدا للاحسن، ابتدى ينعكس على مظهره، ابتدى يتعكس على صحه الشعر نفسه. لا بجد عمره ما هيبطل استخدام ساينوماسك هير. انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معايا النهارده، ضيفي العزيز دكتور احمد رشاد. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم.